السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في هذه المتابعة الخاصة عن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، إذ يواصل المنتفضون تظاهراتهم واعتصاماتهم في الساحات والشوارع المختلفة في العراق مع تزايد القمع الحكومي والاستهداف الممنهج للمتظاهرين في بغداد وبقية محافظات العراق، ولا سيما أعمال الاغتيال وخطف الناشطين في بغداد وكربلاء وبقية المحافظات التي تشهد حراكا شعبيا ثوريا مطالبا بإسقاط النظام. نرحب بدءاً مشاهدينا بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، مرحبا بك يا دكتور رافع. حياكم الله، وحياك. وايضا نرحب بضيفتنا الدكتوره ذكرى عبد الصاحب، عضو اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين من بغداد، مرحبا بك دكتوره ذكرى. مرحبا بكم وبقناتكم وضيفكم وجمهورنا الكريم. أهلا وسهلا بك دكتورة ذكرى، أبدأ معك بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة عن آخر التطورات في أحداث ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، ومعنا هاتفيا من بغداد دكتورة ذكرى عبد الصاحب، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، مرحبا بك مجددا دكتورة ذكرى. إذن دعوتم في اللجنة المنظمة أمس إلى الحضور والتحشيد في ساحة التحرير، كيف كانت استجابة المتظاهرين لهذه الدعوة؟ نعم، شكرا جزيلا. حقيقة أولا بمناسبة انتصار جيشنا الباسل الشريف الذي يدافع عن حدود الوطن بهذه الذكرى والانتصار على داعش، وأيضا نحيي متظاهرينا الذين هم يقاتلون رؤوس داعش حقيقة في داخل العراق. نعم. بالنسبة لتنظيمنا اليوم، كانت هناك حشود ما شاء الله رائعة جدا، حضرات من بابل، من كربلاء، من كل المحافظات تقريبا الجنوبيه، وحتى ايضا من المنطقه الغربيه، وحتى من الموصل، وكثير من الاكراد يعني يبدون يدخلون معنا بالتظاهرات حقيقه، ناس مسالمين وسلمين الجميع من بعض الفئات حقيقه. نعم. فكانت يوم امس تظاهره مليونيه، على اعتبار في البدايه كانوا هم يخططون ان يدخلون الخضراء، يعني هم كل المتظاهرين ان يدخلون للخضراء، لكنه بالحقيقه نحن لا نحبذ ان ندخل الخضراء، ماذا نفعل في الخضراء وهي عباره عن بيوت عاليه كلهم مسافرين، يعني الان اليوم اجلوا الجلسه في البرلمان انعقاد نصف ساعه حتى يشوفون استكمال العدد، يعني فما موجود احد، على شنو ننزج باولادنا بالخضراء حتى يعني يكون عليهم الخطر اكثر، يعني ربما يحاصرون في الشوارع وازقه الغبراء التي جمعت حكومه للاسف عقيمه. يعني هل ما زالت الأعداد كبيرة دكتورة ذكرى منذ أمس وحتى هذه الساعات؟ نعم، تتراوح الساحة ما بين جمهور غفير مقل أحيانا، فقط المرابطين في الساحة وبعض المدارس وبعض الأساتذة والأكاديميين وبعض من الشعب، عامة الشعب والكسبة تتوافد باستمرار. وقت الدوام او وقت الصباح احيانا يكون اكو هناك، لانه بعض الدوائر ما زالت مستمره بالدوام، بالاخص المدارس الورقه الرابحه لهم حتى يعني يقدرون ان يستمرون، هذه الخيط النجاه بالنسبه لهم المدارس. يعني فجر اليوم كان هناك استهداف دكتوره ذكرى، فجر اليوم كان هناك استهداف للمتظاهرين في محيط ساحه التحرير، ماذا حدث بالضبط؟ ليس فقط ليس فقط من الفجر، وانما من ظهر امس اكو هناك بعض المسيلات ضربت على المتظاهرين واستمرت، يعني ازداد عددها من الساعه 6 حتى تقريبا الفجر، يعني هم يضربون بالشباب والشباب يلزموها يشمروها عليهم يرجعوها عليهم، يعني وان كانت عندنا اصابات يعني واضحه، يعني وايضا 2 بالضبط 3 تقريبا يعني عدد الشهداء، فكان حقيقه ضرب قوي عليهم، بس مسيلات ما كان اكو ضرب طلق يعني حي، ما سمعنا اي شيء.
بس المسيلات كانت قوية عليهم ويعني مكثفة، بحيث يعني صارت حالات اختناق كثيرة بيناتهم. نعم. طيب سعود إليك دكتورة ذكرى. دكتور رافع مرحبا بك مجددا، حياكم الله. قبل أن ندخل في مجزرة السنك، لابد من الإشارة إلى ما ذكرته الدكتورة ذكرى، استمرار إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة على المتظاهرين والناشطين في ساحة التحرير والساحات الأخرى، على ما يدل ذلك دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ نصير، هذا يدل على أن القرار اللي اتخذوه من يعني من يوم 21 أول عندما بدأت هذه التظاهرات، بدأت هذه الثورة، لحد الآن هو نفس القرار، ضرورة القضاء على هذه الثورة بأي ثمن. نعم. وليس لديهم، وقلناها ونقولها أكثر من مرة، سوى اليد الضاربة. هذه مؤامراتهم، هذه ادعاءاتهم، بياناتهم، كذبهم، أي شيء آخر، هذه مجرد تجميل للواجهة، لكن حقيقة القرار هي المواجهة بالسلاح. هم يرونها معركة ضد الشعب، ويجب أن يعني حتى إذا ما سحقوا الشعب يعتقدون هكذا أنهم سيبقون، المهم أن تبقى كراسيهم ويبقى حكمهم وتبقى العملية السياسية اللي ينعمون من وراها بفسادهم وخرابهم وتدمير العراق. هذه الحقيقة، هذا هو القرار المهم. ولذلك ماضية عمليات القتل والاستهداف، ولكن ربما تدريجيا يعني يخشون البطش مرة واحدة دكتور. والله هم القرار متى استطاعوا أن ينفذوه ينفذوه، لكن الثورة مثل ما قلناها أكثر من مرة، هؤلاء الشباب استطاعوا أن يجعلوا الثورة تحت الضوء. نعم. الآن القضية مكشوفة، ما عادت في الشوارع الخلفية والشوارع المظلمة ويستطيعون أن يقضوا عليه. لذلك عمليات الاغتيال تجري، حتى الإعلاميين مصورين زيد الخفاجي خارج الساحة، اختطاف. نعم. كذا. وسووا هاي الغارة اللي سووها يوم الجمعة اللي على السنك، وقتلوا هالأعداد. والمضحك المبكي، يعني اليوم أقرأ وزارة الصحة ووزارة الداخلية يصدرون بيان مشترك، يمكن يوم أمس صدروا بيان مشترك. البيان المشترك عندما تقرأه يعني تكون الصورة واضحة لديك، لماذا هذه الثورة خرجت ولماذا هي على حق وهؤلاء مجرد عصابة. لأن البيان المشترك يتحدث، بيان مشترك الصحة والداخلية، نعم الصحة والداخلية، يتحدث عن البيان المشترك كل الهم أنه الأعداد اللي أشار لها بعض المصادر، المتظاهرين ذول الثوار بكيفهم يحجون يقولون العدد 20-30 شهيد وسقطوا في السنك، لا لا، العدد هو 11 واحد فقط. واستقوا كل البيان يصل إلى خلاصة أنه استقوا الأخبار من مصادر الحكومية ومن مصادر وزارة الصحة، لأنه العدد هي تهوين القضية. يعني ب11 يعني قتيلة. هذا العدد إذا سقط واحد إذا سقطوا ألف، ما أنتوا حكومة تقولون إحنا حكومة وإحنا حقوق إنسان، راعي حقوق الإنسان، وإحنا المواطن أهم شيء، و17 سنة أنتوا ترفعون عبارة فوق رؤوسكم الحسين منهجنا في بناء الدولة والإنسان. نعم. أي عن أي حسين يتحدثون؟ يعني حقيقة هذا سؤال كبير، يعني عن أي حسين يتحدثون؟ الحسين هذا رضي الله عنه اللي خرج دفاعا عن الحق، وجده رسول الله، وأبوه الإمام علي، لو غيره غير حسين، هذا غير حسين، لأن هذا الحسين يتحدثون عنه، هذا غير حسين يتحدثون، هذا منهج آخر. نعم. الحقيقة منهج بيقتل وبيغتصاب وبيذبح وبيهضم حقوق الناس وبيفساد وبيخراب وبيدمار، غير منهج. طيب إذا هذا المنهج اللي يتحدثون عنه، المشكلة أنه يعني هم 30 واحد لو 11 واحد، يعني إذا 11 واحد مقبول، يعني تقبل وزارة، تقبل الحكومة، وهذا يجب أن يقبل به الشعب إذا 11 واحد قتلته؟ أين دور قوات الأمن في حفظ أرواح هؤلاء؟ هو هذا اللي صار. نعم. اللي صار تخادم بين قوات الأمن. نعم. والميليشيات غضت، تخادم واضح. تخادم بين الحكومة والميليشيات، عندما قطعوا الكهرباء واضح لماذا قطعت الكهرباء. نعم. وهذه الغارة لم تستغرق 10 دقائق وربع ساعة، حتى البعض يقول أنه ما لحقنا أو ما سمعنا بها. بالبداية كانوا محضرين هذا الناطق باسم القائد العام قوات المسلحة، هذا المزلة. نعم. محضريه حتى يقول هذا نزاع بين المتظاهرين وإحنا منعه. وبالتالي استمرت حوالي 8-9 ساعات. نعم.
وبين هذا المكان وبين المنطقة الخضراء اللي يحكمون من عندها هذه المنطقة الخضراء فقط الجسر جسر السنك فقط. نعم. بينهم هذا الجسر والقوات الأمنية على الجسر. نعم. والقوات الأمنية يعني في محيط الساحة لم تتحرك لمدة 9 ساعات. هذه الميليشيات تقتل وتذبح وتقتل بالناس وتحاكم وتذبح بالكترات وكل القضية والناس تستغيث وهم لا يسمعون وتخادم واضح جدا جدا. وبالتالي يطلع البيان مال وزارة الداخلية انه انتم غلطانين ترى بالعدد، العدد 11 واحد مو 30 وما يعني مقبولة هذه 11؟ اذا يعني 11 ما يخالف الشعب يقبل بها 11 واحد بسيطة الميليشيات خلت تقتل 11 ما يخالف. هي هاي القضية؟ لو القضية هي انتم دولة لو ميليشيات، انتم دولة لو عصابة. إذا كنت دولة و17 سنة وتقولون إن مؤسسات وعندكم قوة أمنية 2 مليون شخص 2 مليون واحد نعم. 3/4 الموازنة العراقية تروح أنتم تحجون أسلحة وتجهيز وتدريب وما أعرف منه نعم. لهذه القوة، والقوة غير قادرة. والقوة هذه سويناها لأن القوة الأمنية والعسكرية التي كانت قبل 2003 من 1921 لغاية 2003 كانت قوة عسكرية تابعة للسلطة ماشي طيب. وهذه القوى اللي سميناها هذه تابعه للجيش تابعه للشعب فهي يعني ابنه الشعب مو ابنه السلطه. هذه القوى طيب هذه القوى اللي هي ابنه الشعب لماذا لا تحمي الشعب؟ يعني ليش تترك الشعب بيد الميليشيات تذبح وتقتل به متظاهرين عزل ومسعفين ومسعفات قتل واغتصاب وذبح شنو هذا الموضوع؟ الموضوع وين واصلين انتم؟ وبياناتكم هذا الجسر وتطالبون المتظاهرين والثوار انه انتم تسوون اعمال شغب تحرقون اي تحرقون وانتم ما تطالبون الميليشيات وما حد يقول لنا من الميليشيات يطلع لنا عادل عبد المهدي يقول والله هاي عصابات خارج عن القانون. شنو عصابات خارج عن القانون؟ انت دوله لو عصابه انت دوله مؤسسه لو من انتم؟ لكن ميليشيا حزب الله اعترفت دكتور اقرت ما هو هذا الموضوع ويطلعون بيان ورا يومين يقولون لا هذا اخترقوه ما اعرف شنو اخترقوا الموقع طلعوا لنا غير شكل وهم يعترفون امام العالم كله انه احنا قمنا بهذه العمليه وما خايفين. نعم. اذا هي مو دوله. اذا هذا النموذج اللي اسسته امريكا من 2003 لحد الان هذا نموذج القتل، نموذج عصابات، نموذج مافيات، خلاص انفضح الشعب فضحه وانتهى الشعب ما يريده وانتهت القضية وجبتوا إيران وسلطتوا الناس عليها وسرقات وبوق ونهب والشعب يدفع الثمن من خيرة أولاد الحلوين ذول الشباب الحلوين. نعم. شنو ذنبهم ذول ينقتلون؟ لأنه طالبوا بالعراق، لأنه طالبوا بحياتهم، لأنه طالبوا بوطن تذبحوهم. لو احنا يعني هاي كلمة نوري المالكي احنا ما ننطيها هي القضيه هي الديمقراطيه مالكم وتداول السلطه وهذا الكذب مالكم وهذا الدستور المشوه هذا الدستور الكسيح اللي بالاخير سيمزق ويرمى في سلات المهملات. نعم. وهذا هي القضيه هي هذا الوطن اختصرتوه بهاي نماذجكم السيئه النماذج الفاسده ومخرجاتكم الفاسده وهي عملياتكم السياسيه الفاسده اللي انتجت كل هذا الخراب وهذا الشعب من طلع عليه هذا الشعب الجميل اللي رفض الطائفيه ورفض العرقيه ورفض كل هاي الافكار الباليه وطلع يطالب بوطنه هذا الشباب الجميل الحلو اللي لا ينتمي لا البعثي ولا حزب دعوه ولا لاي واحد ينتمي للعراق فقط. نعم. مزقتوه بكلماتكم وبعباراتكم وباوصافكم دول تدعمها ما اعرف منه يا دول يا شغب وما شغب انتم الشغب وانتم الارهاب وانتم القتله وانتم المجرمين هاي الحقيقه. نعم. والان يثبت يوم بعد يوم واخر تقرير اليوم صدر من الامم المتحده يثبت هذا الموضوع يثبت ايضا يتحدث عن ميليشيات ويتحدث عن القتل ويتحدث عن اختطاف الناشطين واختطاف المتظاهرين الثوار وعن مسؤوليه الحكومه ومسؤوليه احزابها ومسؤوليه العمليه السياسيه هذه الحقيقه والعالم كله سينقلب ضدكم والساعه قريبه جدا ان شاء الله. نعم. من هنا دكتورة الذكرى كيف تفسرين هذا القمع الحكومي والميليشياوي لهذه الشراسة من القوات الحكومية ضد المتظاهرين وخصوصا في الساعات 24 الأخيرة؟ نعم كما تفضل الدكتور هي ليست دولة مؤسسات ولا حكومة أمن ولا حكومة استتباب للأمن هي عصابات حقيقة
الشخصيات متلملمه وصعدت بعض الناس اللي هم يمثلون على اساس البلد، لكن هؤلاء لم ما يمثلون البلد، اولا يمثلون ميليشياتهم ثم يمثلون نفسهم، ويعني واضح من كل تصرفاتهم ومن كل هالسياسات هم يخدمون جماعتهم ميليشياتهم واحزابهم ايضا، لانه كل من صار عنده ذاك الحساب بالبنوك الخارجيه. فهؤلاء لو كان قلبهم على البلد كان املوا على تاسيس حكومه مرصينه، على بناء معامل، على مدارس، على لو كان قلبهم على المجتمع كان ثقفوا الانسان العراقي ابسط شيء من خلال قنوات برامج يعني هادفه، يعني انت تريد ابسط شيء تريد لك برنامج ثقافي، نادر ما تلقى على قناه برنامج ثقافي، قنوات كلها ديانات وقتل ولطم ومن هالامور التعبانه، يعني ما نعرف شنو هذول من بشر، يعني ما عندكم شويه ثقافه تقولون نبين على الاقل ما عندنا من ثقافه للمجتمع حتى يقتنعون بينا، حتى نقول اي فعلا محنكين نقدر ان نقنع الشعب حتى يقتنعون بينا تاخذونه. فانتم شلون تقدرون تقنعون الشخصيات الهزيلة، الشخصيات الأنانية، الشخصيات المريضة بالقتل، الشخصيات اللي هي بس بمصلحة جيبها ومصلحة قرايبها وأصدقائها. يعني هذول ناس شلون الواحد يلف في لقيطة بيته بعدين يجي يطعنه من ظهره. بالضبط هؤلاء الحكومة هذه اللي عندنا نفس اللقيط لملوم ما نعرف منين جوي منين مثقفين بالمجتمع، انا اعرف كل حكومه يعني هسه حتى بالخارج يعني دول اوروبا يطلعون مثلا رياضي معروف، فنان معروف، يجون يقولون هذا لد رفع راسه للبلد، انه خلينا نخليه هذا رئيس حكومه مسؤول تدشيمه، يعني الناس تقتنع به وتحبه، هو ايضا حرصه على البلد من حبه للبلد انه يبني ويشتغل قدمته هاي ال 16 سنه بدت 17 يعني عمر هسه الاطفال دول الشباب اللي بالشارع عمرهم 15 سنه، يعني ما بعد ما اجيتوا انتم بسنتين ايش قدمتوا لهم لهذول المساكين؟ طيب. يعني ابسط شيء لقمه نظيفه ما قدموا لهم، مدار تثقيف ماكو، اي شيء ماكو، احتواء لهم عم يعني ما اعرف شنو هدفكم؟ شنو سياستكم؟ شنو يعني هناك حديث عن توزيع الحكومة منشورات تدعو المتظاهرين إلى اقتحام المنطقة الخضراء، ماذا عن هذه المنشورات وماذا جاء فيها وكيف كان رد فعلكم؟ هاي المنشورات حقيقة فخ من الحكومة أو من مو بس الحكومة، لأن الحكومة معها على قولت هو هذا وزير الدفاع ومسافر هسه ما له علاقة بالدنيا كلها، طالع ما أدري وين رايح دولة يستر بالخارج، يقول طرف ثالث، مو الحكومه بس وحدها يعني عندهم طرف اول، الحكومه عندهم هاي الثلاث اطراف وربما 10 عرض الساحه مليانه اشكال الوان، يعني ويا منو ومنو اللي ضد منو، يعني ربما بيناتهم لانه اصبحت السيطره على مكانات وساحات لكل حزب ولكل جهه معينه، يعني الى شارع والى خيمه والى تقول فجأة ربما يصير حرب شارع مع شارع، ساحة مع ساحة، بهالشكل هذا. فهذه الحكومة يعني ما الذي أرادته الحكومة أو هذه الأطراف من هذا الفخ؟ هي تحاول كوب على الـ يعني الثورة، أنه تفشل هاي الثورة، تفشل انتفاضة الشباب، يريدون أن يركبون موجة الشباب، فيريدون أن يفلشون هذا ان هم مشلبين بخيط واحد، خيط واحد هو انه المدارس لما ندوم معناتها اكو استتباب امن، يريدون يقضون على هذا على هاي التظاهرات على اعتبار هي هذه الاسباب والمشاكل بالبلد، اللي يدعون انه هذول بعثين فاقدين وهذول مدسوسين من الخارج، هم يريدون ان يفلشون هاي الثوره، يريدون انه يستولون على المكان اللي يعني اذا تشوف هاي الخروقات يحاولون ان يخوفون الشباب حتى يقتحموهم، هم صعب ان يقتحمون هذول الالاف المؤلفه من يعني هل تعتقدين دكتورة أن الحكومة تخطط لمجزرة كبيرة لقمع المتظاهرين ثم إنهاء الثورة بمثل هذه المخططات؟ نعم بالضبط، هم مستعدون يعني مستعدين يعني ينزلون يمكن حتى مستعدين، لكنهم هم خايفين لأنه هم مرعوبين ما يقدرون أن يتصرفون شيء لأنه راح يصير ما يكونون هاي برقابهم، لأنه كل ما يموت من أدنى كل ما يستشهد من عندنا واحد هو عادل ألف طبعا، فكيف إذا ألف وكيف إذا آلاف؟
فالشهيد عندنا هو يساوي آلاف. نعم. هم يعني مو بس شهيد واحد، آلاف الشهيد. نعم. فكيف راح تكون يعني هم دخلوا على السنة استشهد كم يعني عشرات استشهد. الرأي العام العالمي انقلب ضدهم، فكيف إذا لو سووا مجازر بعد أخرى يعني غير هاي المجزرة؟ نعم. فهم يحلمون أن يسوون مجزرة، هم يحلمون حقيقة يعني يتمنون السنين، يتمنون يلزمون أي واحد من عندهم يعضب أسنانهم يعني يأذوا ويضربوا هالشكل بحد هم يعني مو هم ينزلون، لأن هم جبناء جبناء ما يجون بوضح النهار، يجون نصف الليالي بالظل بعدون الشباب اللي تسوى راسهم. نعم دكتور ذكرى. دكتور رافع، كيف ترى رد فعل اللجنة المنظمة لثورة تشرين على هذا الفخ اقتحام المنطقة الخضراء؟ دائما كنا نقولها وما زلنا يعني واضح هذا الحقيقة، قلناها ولم نقلها. هؤلاء الذين الشباب اللي في الساحات وكل قياداتهم هذه الشابة اللي موجودة معاهم، ذولا أكثر وعي وأكثر قدرة على التفكير بمراحل سابقين هذه الحكومة وكل أحزابها وكل ميليشياتها بمراحل من التفكير والرؤية. هؤلاء الذين في المنطقة الخضراء في العملية السياسية بكل قواها وأحزابها وحكوماتها عقلهم محدود، ليس لديهم سوى يد تضرب ويد تسرق، هذه كل اللي عندهم، وتفكيرهم منصب في هذه العملية. الآلية إما أن تسرق أو تضرب، لكن هذا الشباب يفكر يعني ينظر إلى ما تحت أقدامه وينظر إلى الأفق ويعرف المسافة ويعرف الهدف ووين متوجه ويقرأ كل الساحة بشكل واضح، قراءتهم للموضوع قراءة دقيقة، ولا يستطيعون أن يعني هذه الفخاخ اللي يسموها فخاخ يعني ليست فخاخا حقيقة بالنسبة اللي في الساحة الشباب، هذه مجرد واضحة يعني. ألعاب خائبة تلعب هذه الحكومة وأحزابها، وهي فاشلة من البداية، هاي حقيقة فاشلة. أنت تعال عبر الجسر حتى ده حاصرك وضربك واعتبرك أنت اخترقت كذا، وأنت القضية واضحة، أنت لا تحتاج لها، أنت عندك مشكلة مع الشعب اللي خارج. يعني وش قد عددهم بساحة التحرير الآن، وش قد الشعب الآن كله ضدك، الآن الشعب كله ضد هذه العملية السياسية، عدا الميليشيات والقوى هذه والأحزاب اللي تعمل وتقتل وتذبح وإيران اللي تدعمها، من معهم؟ الشعب كله ضدهم، ماكو بيت الآن ما يأيد الثورة هذه، ماكو بيت الآن مزار التحرير ومع في كل الوطن من البصرة إلى خذها من مظاهرات البصرة وذيقار والكوت والنجف وكربلاء وهكذا، كل المناطق والديوانية والمثنى ما يعني كل المدن العراقية نفس التوجه نفس الشكل نفس الشعب كله ضدكم. طيب أنتم متمسكين بإيش؟ وكانت الدكتورة قبل قليل تتحدث عن الحكومات، كل حكومة لها برنامج في الدنيا كلها. قدم برنامجه، والبرنامج هذا عندما يكون برلمان وطني ومخلص ومخلص البلد يناقش هذا البرنامج وفقا لتطلعات الشعب ورؤية الشعب وحاجات الشعب. وإذا وافق على البرنامج يقول له تفضل الحكومة نفذ البرنامج. إن فشل فلا شرعية له، يطيحون به ويأتون بشخصيات أخرى لها برنامج آخر. شنو هذا البرنامج اللي من 17 سنة لحد الآن من 2003 وغير، خلي يقولون البرنامج اللي قدموه شنو هو، شنو هو البرنامج وش نفذه من عنده؟ برنامج كذب وبرنامج لطم وبرنامج خيبة وبرنامج انكسار وبرنامج فقر وأذى وطائفية وتخريب، هذا البرنامج. وهذا ما يخشاه المتظاهرون الآن دكتور من تدوير الوجوه نفسها باستقالة عبد المهدي، يعني لا هو نتيجة. هذا فبالتالي الشعب يقولهم شرعيتكم هاي تحدثون عنها بالانتخابات مش شرعية، هاي كذبة، لأنه لا بالعراق لا ديمقراطية ولا انتخابات، وهاي تختصرون الديمقراطية كلها بقضية الانتخابات، لا يمكن اختصارها. الانتخابات جزء بسيط من الديمقراطية، الديمقراطية منهج حياة وإطار إلى أسسه وإلى معاييره، أنتم غير متوفرة عندكم هذا طريقة تفكير وطريقة تعامل مختلفة، هاي ما موجودة، تكتبوها بدستور تكتبوها بشعاراتكم، هاي كلها كذب، يعني مثل الشعار هذا مال الحسين منهجنا في بناء الدولة والمواطن، هذا كذب ما لكم علاقة به هذا، لأن تقتلون وتذبحون والحسين براء منكم، تقتلون وتفسدون وكذا وتسوون ملاهي وتسوون ما اعرف منو، ما لكم علاقه، وظلمتوا المواطن وزيدتوا الفقر وزيدتوا الاميه وبوكتوا الناس باسم الدين، هذه قضيه هاي منتهيه القضيه.
أما وهذه الانتخابات نفس القضية كلها يعني تزوير وكلها قانون الانتخابات استقالة عبد المهدي لن تنفع لا تعني شيئا لأنه هاي كلها هاي القضية أنتم محاولة لامتصاص الشعب القضاء على الثورة ما يقدرون وضمن هاي الخطة أنتم تعبرون للخضراء جزء من عندها جزء من هذه المحاولة الشعب من عندما يقرر أن يعبر الخضراء هو راح ينتهي من كل الأسس راح يقوض كل أسسكم كل هذه راح يوقف راح تسقط كل ساحاتكم وبعدين يعبرها حتى يسكن بيها وحتى يحكم من خلالها وربما يغيرها حتى هذه المنطقة هم يغيرها لأنه سيئة على الناس ما تريد بعد تسمع بيها فبالتالي شرعية أي حكومة من الإنجاز قد تنجز الشعبها خلي يقولون شو انجزوا للعراقيين غير الفقر وغير الفساد وغير الخراب وغير الطائفية وغير الأذى وغير التهجير والهجرة والانتحار وصلنا وتحدثنا بها أكثر من مرة حتى بالانتحار مستويات الانتحار أعدادهم غفيرة جداً إن ينتحرون ومن يسألون هم ما يعالجوها بهذه الطريقة ليش العالم ده تنتحر وتقارير دولية العراقيين ده ينتحرون لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة جداً شو يسوون؟ مين ده ينتحرون؟ يجيت من الجسر علوا سياج الجسر هي هاي القضية تعالجت الموضوع تعلي السياق والناس ما راح تنتحر خلاص هاي الموضوع وهذا الموضوع نفس القضية مال وزارة الصحة والداخلية من يصدرون بيان ترى العدد مو 30 العدد 11 وهاي انتهى وهذا الموضوع يعني إذا 11 مقبولة وإذا سديت الجسر وما حد انتحر من الجسر انتهت قضية الانتحار إذا حكيت أنت بيانات وقلت إن راح نوفر الحقوق للمواطن وراح نسوي لكم قانون للانتخابات وراح ما اعرف منو عادل عبد المهدي استقال انتهت القضيه ورجع العراق الى ما القضيه هؤلاء لذلك اقول لك تخلفهم كبير والشباب ذولا سابقيهم بالقدره على التفكير والرؤيه بمسافات كبيره لذلك كل هذه العاب لا يمكن القبول بها من هنا دكتوره ذكرى هل تعتقدين ان بقاء المتظاهرين يعني بكثافه في ساحه التحرير والساحات الاخرى المجاوره كساحه الخلاني وغيرها ومحيطها يعني يخفف الضغط والانتهاكات الحكومية على هؤلاء المتظاهرين؟ نعم بالتأكيد هي كل ما كانت المكانات متسعة ما يقدرون أن يسيطرون على مكان واحد يعني الأفضل وكان يوم أمس حقيقة تحركوا على مناطق الكرخ لأنه إحنا عندنا يعني إحنا لازم نتحرك لازم عندنا يعني ننفذها يعني خلال الضغط أو السيطرة أنا من ناحية الكرخ نحاول أنه نسد الطرق عليهم هو لازم نكون نشكل ضغط قوي على هاي الحس بمكانتها بالمجتمع مرغوبة وأيضا يعني شلون ذات المجتمع أو يعني شلون نقول أنه يعني يرغبون للأمر الواقع يرغبون لأمر واقع تجيكم وأنه كلش مضررة من عندكم وخلص يعني بعد أنتم وقتكم انتهى 17 سنة ما سويتوا للناس انتهى وقتكم يعني ومثل ما تفضل دكتور لما عكس هو أصلا الإنسان اللي عنده برنامج الإنسان المثقف الإنسان اللي متقدم بالعلم متقدم بال يحاربوه أصلا ما يخلوا حتى يعني شقد اغتالوا ناس قتلوا أساتذة شقد يعني مجتمع فرغوا الجامعات من الرؤوس كوما قتلوا بداية الأحداث وكل فترة نسمع أنه اغتالوا أستاذ قتلوا شخصية معينة يعني لحد البارحة إحنا واحد من ناشطينا علي بالشعب خطية متابعي وقتلوا يعني يومية دي قتلون يومية دي كيف تنظرون وما هو رد فعل ثوار دكتورة ذكرى على هذا يعني الخطف والقتل الممنهج الناشطين الثوار ويأتي هذا كما تعلمين بالتوازي مع هذا القتل المتعمد والممنهج حقيقة كل ما على الجماهير المتظاهرة كلما تقوى في أصواتها وتصر على بقائها وتزداد أيضا يعني اللي ما كان يطلع ويجي يلتحق بالمظاهرات اللي ما كان مؤمن بقوتهم أصبح الآن مؤمن لأنه دا يشوف أكو ناس قتل خباثة أنه تدمر المجتمع تدمر الشعب يعني مقصودة هذه دمار الشعب دمار البلد هذا مقصود يعني واضح لأنه بعدين يعني كثير سووا للمجتمع وكثير سووا للشعب من حرق الزرع من فيضانة من الأبقار من قتل الأسماك من يعني يومية فد مشكلة جديدة من قتل الأغنام يومية مشكلة جديدة لأنه شنو يريدون حتى يفيدون ناسهم
دول اسيادهم حتى يفيدوهم، يضرون الشعب يضرون المجتمع، حتى ذولاك الناس يجون يمشون براسنا بضاعتهم واشيائهم. الان احنا دا نقطع حتى البضاعات اللي ما نرغب بها، يعني بالسوق دا تلاحظ اكو بعض البضاعات انقطعت من السوق لانه هناك يعني اجندات حكومه متفقه مع دول الجوار، انه لان هم منتمين لهم، هم اصلا منين هم جايين؟ هم اصلا لمنهم من دول الجوار، كل واحد اجانا من مكان وكل واحد من جنسيه، احنا الان ما نريد شخص متزوج الجنسيه صراحه، لانه ابو المتزوج الجنسيه يعني هم بالذات ذولا نفسهم، يعني هم ولائهم لبلدهم، اقل شيء يصير ركض قطر بالطياره وراح، وكلهم عوائلهم هناك خاليهم نايمه ويدرسون اولادهم ويزوجوهم بارقى الفن، اللبس دي يسوي لهم حفلات راقيه، يعني تعادل يعيش بها هذه الحفلات أو ألف فقير بنفس الوقت. نعم دكتورة ذكرى، يعني نعود إلى هذا الأسلوب الآخر في قمع التظاهرات في العراق، وهو بدأ يتكرر في الآونة الأخيرة، أسلوب الخطف والقتل للناشطين وحتى إعلاميين مصورين، يعني منهم زيد الخفاجي خطف الجمعة الماضية، هل هناك أنباء عن زيد الخفاجي؟ أبدا لحد الآن ما عرفنا أي شيء عنه، إن شاء الله الله يفرج عنا حقيقة. أجنداتهم هذه يومية دا تزداد، يومية ألاعيبهم شغلة جديدة، شكل مرة بالتاكسي يخطفوا، يعني كل مرة فد شيء معين، أو يدخلون للساحة يخطفوهم ويطلعون، يعني يومية فد فن معين يعني للقتل ولا الاختطاف. دولة على الشر، لأنه هم أصلا داخلهم شر، أصلا يعني متربين على الشر، يعني يرضوا حليب غير نظيف حقيقة، لو كان حليبهم وانتمائهم للارض كان اصبح اكس دائما من هالشيء هذا، من هاي اخلاقياتهم وهاي تصرفاتهم والقتل اللي يقوموا اولاد الناس. فهؤلاء ليسوا منتمين لا للحليب اللي رضعوا اصلا، يعني مستعد يقتلوه، فكيف اذا ابن الورق؟ نعم يريد يعني شلون، يعني ما يريد اسياده، المجتمع رافض اسياده، فهو دا يتنمر عليهم ودا يجيب عين او ينفذها براس. نعم دكتور رافع، هو اكثر من اسلوب يتعدد تستخدمه السلطه والميليشيات لقمع المتظاهرين، منه الخطف والقتل للناشطين وحتى مصورين منهم زيد الخفاجي خطف الجمعه الماضي، حتى الان ليس هناك اي خبر عنه. استاذ نصير، دعني ربما حتى الصوره تكون ربما أوضح بهذا الشكل، خلينا نتحدث بها. قبل 1/10 انطلاق هذه الثورة، حثت يعني من عام 2003 لغاية 1/10/2019 1/10 الماضي انطلاق ثورة تشرين، الشعب العراقي تظاهر كثير واعتصم وانتفاء وكثير، لكن كانوا يبرروها إرهاب، ما أعرف منو، مندسين، بعثية، لدينا وكثير من الأسباب طلعوها، والبعض الشعب ما كان مقتنع بهذا الكلام، لكن الغالبية كانوا صامتوا، والبعض مظلل، والبعض مع يعني، وكان الأمور هم يتحدثون بشعارات جئنا من أجل المظلومية، لغاية 1/10 يتكلمون عن المظلومية وعن التداول السلمي للسلطة وعن الديمقراطية والحرية والدستور الذي يكفل حرية المواطن، يتكلمون بهذه الطريقة. وكل ما يفعلونه في الظلمة، كانوا يفعلون الأشياء في الظلمة، ربما الكثير من الناس لا ترى، مو كثير، أقول ربما بعض الناس لا ترى. من 1/10 لحد الآن هذه الثورة، من فضائل هذه الثورة أنه سقطت كل هذه الأقطعة، أزالت كل هذه الأغطية، ظهرت هذه الحكومة وميليشياتها وقواها والعملية السياسية على حقيقتها، ظهرت غول وأداة للجريمة والقتل. ويتشابه الأسلوب دكتور في الحكومات، يعني نفس قمع حكومة المالكي لساحات الاعتصام في الحويجة، لكن كانوا يبرروه والدول تقف معهم. الآن هذه انتهت، الشعب اللي ظهر، وكانت الطائفية وتبريرات طائفية وتبريرات إرهاب الآن انتهت، انتهت القضية غير شكل، هذا الشباب اللي ظهر غير شكل، الموضوع غير شكل الآن، أخذ فكشف كل هذه الأغطية وأسقط كل هذه الأقنية، فبالتالي هم الآن يزدادون إغالاً، يزدادون سفك للدماء، يزدادون إجراماً. عليهم أن يفكروا، إذا كان الشعب قبل 1/10 هو غير قابل بكم،
وكان يتململ منكم، وكان يطلع تظاهرات، وكان يطلع كذا، وفي البصرة والناصرية والعمارة وبالرمادي وبغداد وبالموصل وكل مكان، واعتصامات وكل هذه السنوات. طيب من 1/10 لحد الآن كشفت، كشفت وجوهكم أنتم، ميليشيات، قتل، ذبح، لا ديمقراطية ولا هذه الشعارات اللي كنتوا تتحدثون بها، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا دينية ولا ديمقراطية ولا سياسية ولا كل شيء، كل شيء نزعتوه، والشعب شاهد هذا الموضوع ومواجهة حية وأمام أنظار يعني العالم كله. أصبحت نقطة تحول دكتور ثورة التشرين. نعم. لن تعود أبداً. لا أبداً ما تعود. نعم. فبالتالي أنت الآن عليهم أن يفكروا من سيرضى بكم. يعني ماشي الآن وجهت قواتكم وميليشياتكم وقمعت هذه الثورة لا سمح الله. نعم. وقتلتوا 10,000 واحد. نعم. وبعدين ما الشعب الآن وعى، الشعب شاف إجرامكم، لا يمكن أن تتعايشوا معه. أنتوا الآن في مكان على أرض لا يمكن أن تعيشوا فيها، يعني ما راح يقبلكم الشعب، ما راح يقبل ميليشياتكم، ما راح يقبل حكومتكم، ما راح يتعاطى وياكم. نعم. كيف راح تعيشون؟ فبالتالي أنتوا سرقتوا، أنتوا نهبتوا، قتلتوا الدماء وهضمتوا حقوق وسويتوا سجون سرية وعذبتوا العالم وميليشيات وقتل، هاي كلها انفضحت الآن. التعايش، قضية التعايش بين الشعب وهذه العملية السياسية وأحزابها غير ممكن، صارت مستحيلة الآن. طيب دكتور، عليهم أن يفهموا هذه الحقيقة، وهذه الحقيقة ستؤدي بهم إلى أن يسحقوا تحت الأقدام. وهذه ليش توصلوا إلى الدرجة؟ ليش توصلون تضحيات العراقيين إلى أكبر؟ أنتم بالتالي خسرانين هذه القضية. يوم بعد يوم جرفكم ينهار من عنده. نعم ذول الثوار خيرة الشباب، دا نفقدهم، أجمل الشباب دا نفقدهم، لكن دا يزدادون الشباب، دا يزدادون وأعدادهم، دا تزداد ويزداد إصرارهم. فأنت إيش قد تريد تقتل الشعب كله؟ أنتم إيش قد عددكم؟ عددكم كلكم لا يتجاوز 1,000,000، 5,000,000، الشعب 40,000,000. أنت تقتل 40,000,000 حتى تبقى على كرسي الحكم، لوين ماضين؟ وبالتالي العالم مهما كان ظالم لن يقبل بهذه القضية، لأنه تمس شعوبه. متى يستطيع أن يفرض دكتور الثوار كلمته على العالم يعني يعترفون بهم ويعني لا يتعاملون مع هذه الحكومات؟ يعني اليوم واشنطن قبل أيام فرضت 4 عقوبات على 4 من قادة الميليشيات في العراق. الأمم المتحدة اليوم أيضا هناك تقرير يعني لصالح المتظاهرين، تقارير كثيرة. نعم. السفارات 3 من أكبر الدول الأوروبية، دول فرنسا وألمانيا وإنجلترا. نعم. صدروا بيان واضح، وهذه أقوى الدول الأوروبية وأهمها، صدروا واضح، كندا وكل الدول الدنيا. نعم. هذه الثورة، هذا الشباب يجبر العالم بشكل بطيء بشكل سريع، لكن ده يجبر للعالم، ده يجر للعالم بالقوة، بقوة صموده وبسالته وسلميته واحترامه ووطنيته ومحبته وتهذيبه ورقيه. هذه الثورة هي صفاتها، هي سماتها، تجبر العالم على احترامها. نعم. تجبر العالم على التعاطي معها. ولذلك أنا تحدثت أن وصلوا إلى مرحلة لا يمكن للشعب أن يقبل بهم، وهذه القضية، هذه القناعة ده تصل للعالم. نعم. وصلت للعالم، وصلت لبعض الأجزاء، وستصل إلى كل العالم. أن التعايش بين هذا الشعب وهذه العملية السياسية وأحزابها لا يمكن، فبالتالي يجب أن نقف مع الشعب ونعترف بحقوقه، وبالتالي سيزيح هؤلاء. نعم. هي هاي النهاية، هاي نهايتها. هم يعتقدون أنها بعيدة ونراها قريبة، قريبة جدا. هم لا يفهمون هاي القضية، عبالهم تظل هاي الميليشيات تقتل وتذبح وتنهزم وما أعرف منه، ويخوفون هذا ويختطفون هذا، دماء ليش؟ مو هاي برقابكم. ثانيا وهو المهم أيضا من المهم، الجيش الآن يقول إحنا تولينا الحماية. يا جيش، إذا أنت كنت جيش العراق، ذول شعب العراق، وإذا أنت منتمي لهذا الشعب، انزل وياهم، انزل وياهم وكون وياهم بندقية لهم، للشعب مو للحكومة، لأن هذول الشعب هم اللي حققوا لك آمالك وحققوا يصنون كرامتك وصنون حقوقك، وراح تبقى مقدر ومحترم وجيش للشعب، وراح تبقى فوق الرؤوس، لكن تبقى جيش للسلطة. نعم. تبقى تسمح للميليشيات أن تقمع نعم. وأن يسمح للميليشيات بقمع المتظاهرين، ما أنت تتخادم ويا الميليشيات حتى هذه انتهت قضية. تريد ما عادت الساحة تتحمل، يعني ما عاد الأسود واضح والأبيض واضح. نعم. واضح، انتمي إلى هذا الشعب، إذا أنت كنت ابن الشعب انتمي لهم.
لان اذا وقفت ويا ذولا كم راح تسحق انت؟ هم راح تسحق بالنهايه. واقروا التاريخ، اقروا كل القوى الدوليه اللي اقوى من العراق واللي اكثر، وشوفوا شو اللي صار. اللي صار الشعب هاي اراده الشعوب. نعم. لا يمكن ان تقف. ما وصل العراق الى مرحله الشعب الان هو يقرر. نعم. يعتقدوا واحد يطلع يقول ذولا مجموعه اطفال؟ لا مو اطفال. اذا كانوا ذولا اطفال فانتم مهزله. مهزله هذا الحكم مهزله. اذا كانوا ذولا اطفال، ذولا بهاي القدرات العقليه، واذا كانوا هذولا اطفال العراق بهاي القدرات العقليه وهاي الرؤيه والتفكير، نعم نريد ذولا الاطفال يحكمون العراق لان هم ذولا الرؤيه. هاي الكلام معيب. هذا شعب العراق طلع وانتهت وارادته هذه. وبالتالي انتم قوى امنيه وعسكريه، قفوا مع الشعب. بندقيتك بندقيه الشعب، انزلوا وياهم، شيل رتبتك، ما نريدها لرتبتك. ذولا الشعب هو اللي ينطيك رتبه، ينطيك رتبه اعلى من هذه، بس انزل وياهم. نعم. كون معاهم لأن الوقت قصير. احسبها تمام، احسبها يا جندي يا ضابط يا قائد، احسبها تمام. ذول السلطة زائلة، وذول يركبون طياراتهم وينهزمون، بس أنت إذا أنت فعلا عسكري وابن البلد وابن هذا الشعب. نعم. قف مع هذا شعبك. أولا تقلل الدماء. نعم. تحقن دماء أهلك، لأن ذول سلميين، وذول ولدك ولد أخوك ولد جيرانك ولد عشيرتك ولد وطنك. احمي دماءهم واحمي أرواحهم واحمي بيوتهم واحمي وطنك. ادخل وياهم وصير وياهم جزء من عندهم، وتنتهي كل القضية، وتسرع في هذه الثورة وتنتهي بسرعة. نعم. وتحقق أهدافها. هذا الحق، وهذه هذا المأمول من عندكم. أما أن تبقى أنا أحميكم ويضربهم قنابل مسيلة للدموع، لمن تحمي من ماذا؟ وبالتالي. نعم. وين راح توديهم؟ من هنا دكتورة ذكرى، هل هناك تنسيق من الناشطين في الداخل والخارج لإيصال صوتكم إلى العالم لكي يتحرك ويضغط أكثر في قضيتكم؟ نعم بالضبط، نحن على تواصل مع المتظاهرين في المحافظات الأخرى، ويعني نعرف شنو اللي بيصير عندهم، وأيضا كم عدد الشهداء والجرحى بالضبط، وأيضا حتى متواصلين مع على اعتبار حتى يوصلون صوتنا الى الامم المتحده او اي منظمات انسانيه بالخارج. يعني نحاول ان نوصل اقصى صوت واكثر عدد من الاصوات، وايضا تجينا بعض الروابط انه نقدم من خلالها شكوانا واصواتنا حتى يعني للاستغاثه، ايضا انه احنا نحتاج تدخل ان ينهي هذه الحكومه، لانه هي على اعتبار تصريف اعمال ضروري ان الحكومه، لانه الحقيقه كثير على الشباب وعلى المتظاهرين اجنداتهم ورجالهم المندسين ما بين الشباب. حقيقه نحن لا اكثر نحاول ان يعني نحقن دماء اولادنا ونحافظ عليهم من خلال مناشداتنا لبعض الجهات المسؤوله عن استتباب الوضع والسيطره على هذه يعني انهاء مهامها بالعراق. رغم احنا عند نحاول انه بيناتنا انه نتفق كمتظاهرين كثوره، نتفق انه يعني نختار من بيناتنا انسان نزيه ونظيف وشيء يعني شلون يبدلون هذه الحكومه بشخصيات انظف وانزه وناس وطنيين وقلبهم على الوطن. يعني الثوار باتوا يعتقدون يعني لا عودة إلا لتنفيذ مطالبهم تامة بإسقاط هذا النظام وأحزابه السياسية التي جاءت مع المحتل منذ عام 2003 برغم جميع المخططات. هل تعتقدين أن الثوار سيثبتون حتى تحقيق هذه المطالب؟ نعم بالضبط، نحن الآن نتحمل البرد والأجواء الغير طبيعية بالعراق، لأن أجواء العراق باللحظة تتغير، والأمطار أمس أمطار جدا غزيرة، وأيضا الصف والمسيلات الدموع والأمراض اللي أصيبوا بها المتظاهرين، وأيضا الشهداء اللي هلقد احنا نزفنا كثير دماء أصبحت بالشوارع، دماء شبابنا وأولادنا. معقوله هل هذا يعني بهيك بسهوله احنا نعوفه ونرجع؟ لا، لانه احنا من طلعنا على قضيه احنا نستقر، لانه الانسان لما يريد شيء راح يدفع اكيد ثمن. احنا بلدنا تاكيد راح نضحي وراح يعني ضحايا كثيره حقيقه يعني. نعم دكتور. ومثل ما تفضل دكتور انه بالنسبه لل
فيعني حقيقه الجيش هم تاج راسنا وعلى راسنا الوطن، سور الوطن، لكنه مع الاسف هناك مكافحه الشغب وغيرهم هذه المسميات اللي هي لا اللي هم يستاثرون الكرسي على الشعب. هؤلاء هم اللي حاميهم عديمي الغيره وعديمي الانسانيه، لانه هم اللي يقتلون. نعم. ولا يعني مع الشباب بالشارع يعني امس يلعبون طوب، وايضا انا دخلت امس دخلت من مكان كلش خطر الناس الواقفين، صعب تدخلين من الشرطه الحرس الوطني، قلت لهم لا ادخل انا، معقوله تضربون اخوتكم تضربون قالوا لا بالعكس على راسنا تفضلوا انا وكان ناشط. انا دخلنا من مكان كلش خطر وفي كثير من مكافحه الشغب. فالجيش حقيقه هم ناس وان هم ما خلوا هويه للانسان، ما خلوا احترام للانسان، ما خلوا له قياده امام الدول. الجيش هو ابننا واخونا ويبقى هو تاج راسنا. نعم دكتورة ذكرى. دكتور رفع في آخر دقيقتين ما الذي تقوله؟ يبدو أن الدكتورة ذكرى أيضا ذكرت أنه يجب اختيار ناشطين يمثلون المتظاهرين لكي يصل صوتهم إلى العالم بحسب ما، لأنه الصوت كان متقطع. ما رأيك بهذا الخطوة؟ أستاذ نصير، بس أنا يعني لدي اعتراض على كلمة مطالب. هي ليست مطالب، ليست مطالب أبدا، مو مطالب الآن، حقوق، هي حقوق والان عندهم اهداف هم لتحقيق هذه الاهداف، هي مو مطالب. هذه الحكومات وهي العمليه السياسيه يتمنون لو كان عند المتظاهرين والثوار مطالب، وهم يقولون حولوها هي مطلبيه، يعني اطلب ماي كهرباء، اطلب وظيفه، مطلبيه. لا، هذول الخرجوا يريدون وطن، وهذا حق من الحقوق. نعم. وهذه قضيه اخرى. فلذلك ذول الثوار اللي دفعوا هذه الدماء لديهم حقوق مستلبه ويجب استرجاعها. يريدون أن يرجعوا الوطن. إرجاع الوطن يتم بطرق هم يعرفونها وماضين بها. النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني هذه الثورة إذا في كل ساحاتها هناك تنسيق عالي جدا جدا. أنت لا ربما لا أعرفه ولا تعرفه، لكن واضح بالشكل، واضح كيف ينسقون أعمالهم، كيف ينسقون بالساحات. الفكر واحد، التوجه واحد، الشعارات واحدة، الأهداف واحدة، ولديهم اتصالات بالخارج، ولديهم اتصالات. هذه اتسعت الثورة عندما تتعمق وتتسع مساحتها، يصل صوت هذا. يعني عندما وكنا نقولها، هذول الشباب عندما جاءوا بالعراق ووضعوه تحت الضوء، هذه مو عملية سهلة، هذه عملية مضنية. قدموا لها دماء وقدموا أرواح جميلة، ومن أروع الناس راحوا وما زالوا متمسكين بها، ولديهم عمل دؤوب بالخارج وبالداخل لأجل أن تتضح الصورة والناس كلها تشوف هذه الثورة على حقيقتها، وترى هذا النظام من 17 سنة لحد الآن، هذا الشكل، هذه العملية السياسية اللي والكذبة الكبيرة هذه اللي يعيشها العراق، شنو شكلها؟ هذه الكذبة اللي جتنا بعد الاحتلال، شنو وضعها؟ وين ودت العراق؟ وشنو شكل العراق؟ وليش ذول العراقيين طلعوا الآن بهذه الطريقة؟ وليش كانوا يتظاهرون طوال هذه السنوات؟ نعم. هذه جزء من مهام هذه الثورة، والثورة ماضية بطريقها، ولديها تنسيقات بالخارج وناس تتكلم باسمها. وهذا الشباب مثل ما قلت، شباب واعي، قدرته على التفكير، قدرته على الرؤية عالية جدا جدا. وسابقين ذول اللي بالمنطقة الخضراء وكل عملياتهم السياسية وكل أعزابهم وكل إيران اللي وراهم. سابقيهم بخطوات كبيرة جدا جدا بعيدة، وهذول لحد الآن لم يفهموا، هؤلاء لم يفهموا هذه المعادلة. المعادلة هي بهذا الشكل. هؤلاء لديهم القدرة على أن يسبقوكم، سبقوكم بكثير. لذلك كل ألاعيبكم، كل أساليبكم لن تنطلي ولن تفيد، وبالتالي هم ذاهبين إلى أهدافهم وقافلين على أهدافهم. والله إن شاء الله معيدهم ويحفظهم ويصلون إلى الأهداف التي يحققونها لأجل العراق. شكرا جزيلا لك دكتور رافع الفيحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتورة ذكرى عبد الصاحب عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.